دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ذو الولاية الواحدة يرحل عن البيت الأبيض بتركة ثقيلة يخلفها للرئيس القادم جو بايدن. الاقتصاد دم السياسة ومادة الجذب الجماهيري في موسم الانتخابات سيكون أول الملفات التي سيجد الرئيس الجديد نفسه في مواجهته، إذ توقفت قطاعات واسعة من الصناعة والتجارة من جراء الإغلاق الطويل بسبب وباء كورونا، وأخرج ملايين الأمريكيين من دورة العمل والإنتاج فاقدين وظائفهم، ووصل الانكماش الاقتصادي سقوفا غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فضلا عن الخلل في معالجة الوباء وخطة الدعم التي تعثرت وتأخرت أكثر من مرة. العنصرية في خطابات الرئيس ترامب وقراراته قسمت المجتمع الأمريكي وأذكت التوترات العرقية بين أبنائه، فانفجرت لحظة مقتل جورج فلويد مظهرة وبفجاجة الشرخ العميق بين البيض والسود وحجم الشعور العميق بالمظلومية في أكثر من مناسبة. الاقتصاد والعنصرية ووباء كورونا ملفات تشكل الإرث الذي سيتركه ترامب لخلفه، بالإضافة إلى الإخلال بالعلاقات التي استقرت عليها الولايات المتحدة مع حلفائها في القارة الأوروبية، وعدم الوفاء بالالتزامات الدولية التي يقف عليها النظام الدولي. أصبح ترامب يوصف في بعض الأدبيات بمؤسس ترامبية التي ولدت تيارا منجذبا للخطاب الشعبوي ترجمت دوما إلى سياسات متخبطة لم تلبي استدامة المصالح القومية لأمريكا.